قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن العملية العسكرية الروسية في بلاده ترقى إلى عدوان على أوروبا كلها، وأضاف أنه كلما حصلت بلاده على أسلحة أكثر من الغرب صارت قادرة على الإسراع بتحرير أراضيها المحتلة. وقال في مؤتمر صحفي أنه ناقش إمكان فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإعادة تعمير أوكرانيا. كما أبلغ زيلينسكي نظيره الفرنسي مانويل ماكرون أنه يشك في جدوى التحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.